لو قام المذنبون في هذه الأسحار على أقدام الانكسار ورفعوا إلى مولاهم قصص الاعتذار مضمونها: يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا. لبرز لهم التوقيع عليها: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم مستر محمد السيد السلمون، تحياتي للجميع. مرحبا بكم في سلسلة مرحب شهر الصوم مرحبا، ومع الحلقة 30 بعنوان استنباط موعد ليلة القدر من القرآن الكريم. في هذه الحلقة سنتعرف على كيف أن بعض العلماء المتأخرين المجتهدين قد استنتجوا أن ليلة القدر هي ليلة 27 من خلال تدبر وتأمل القرآن الكريم. تابعونا ولا تنسوا الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. استنتج بعض العلماء أنها ليلة 27 من موضعين: الموضع الأول في القرآن الكريم من خلال علاقة حسابية رياضية، أن الله تعالى كرر ذكر ليلة القدر في سورة القدر في 3 مواضع منها، وليلة القدر حروفها 9 حروف، والتسع إذا ضربت في 3 فالناتج يساوي 27. الموضع الثاني في القرآن الكريم أنه قال: سلام هي، فكلمة هي الكلمة 27 من السورة، حيث أن عدد كلمات سورة القدر كلها 30 كلمة، فلما كانت هي الكلمة 27 فإن ليلة القدر هي ليلة 27، على أساس أن هي هو ضمير الإشارة إلى هذه الليلة. قال ابن عطية تعليقا على هذا الاستنتاج الرياضي: هذا من ملح التفسير لا من متين العلم، وهو كما قال. وهناك استدلال آخر للعلماء على أن ليلة القدر هي ليلة 27 بالآيات والعلامات، فكيف ذلك؟ قال العلماء: ومما استدل به من رجح ليلة 27 بالآيات والعلامات التي رويت فيها قديما وحديثا، وربما وقع فيها من إجابات للدعوات. رقم واحد: يروى ذلك عن أبي بن كعب أنه استدل على ذلك بطلوع الشمس في صبيحتها لا شعاع لها. رقم اثنين: كان عبيدة ابن أبي لبابة يقول هي ليلة 27، ويستدل على ذلك بأنه قد جرب ذلك بأشياء وبالنجوم، خرجه عبد الرزاق وفي إسناده نظر، وروي عنه أنه ذاق ماء البحر ليلة 27 فإذا هو عذب. رقم 3: طاف بعض السلف ليلة 27 بالبيت الحرام فرأى الملائكة في الهواء طائفين فوق رؤوس الناس. رقم 4: روى أبو موسى المدني عن رجل منهم قال: كنت بالسواد، فلما كان العشر الأواخر جعلت أنظر بالليل، فقال لي رجل منهم: إلى أي شيء تنظر؟ فقلت: إلى ليلة القدر. قال: فنم فإني سأخبرك. فلما كان ليلة 27 جاء وأخذ بيدي فذهب بي إلى النخل، فإذا النخل واضعا سعفه إلى الأرض، فقال: لسنا نرى هذا في السنة كلها إلا في هذه الليلة. رقم 5: ذكر أبو موسى بأسانيد له
أن رجلا مقعدا مشلولا دعا الله ليلة 27 فأطلقه، وعن امرأة مقعدة كذلك، وعن رجل بالبصرة أخرس 30 سنة فدعا الله ليلة 27 فأطلق لسانه فتكلم. رقم 6، ذكر الوزير أبو المظفر ابن هبيرة أنه رأى ليلة 27 وكانت ليلة جمعة بابا في السماء مفتوحا شامي الكعبة، قال: فظننته حيال الحجرة النبوية المقدسة، قال: ولم يزل كذلك إلى أن التفت إلى المشرق لأنظر لطلوع الشمس، ثم التفت إليه فوجدته قد غاب، قال: وإن وقع في ليلة من أوتار العشر ليلة جمعة فهي أرجى من غيرها. ولكن اعلم أخي الكريم المتابع، وكما يقول ابن رجب الحنبلي، أن جميع هذه العلامات لا توجب القطع بليلة القدر على أنها ليلة 27. سيدي ومولاي، لو قام المذنبون في هذه الأسحار على أقدام الانكسار ورفعوا إلى مولاهم قصص الاعتذار مضمونها: يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجات فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، لبرز لهم التوقيع عليها: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. صدق الله العظيم. هنا نكون قد انتهينا من حلقة اليوم، وإلى أن ألقاكم في الحلقة التالية لكم خالص تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان أهلا، مرحبا رمضان، مرحبا رمضان.